تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدأ اليوم صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة عدد المستفيدين بمقدار 1 مليون أسرة إضافية. ويأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة. ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من اليوم الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد.